جه ابن من ابناء الملك خوفو واسمه باو خع رع. قال له يا ابي انا هحكي لك حكايتي بقى من عهد جدك جدي سنفرو. دي كانت ايام جدي سنفرو. جدي سنفرو كان عمال يمر كده في الحدائق والاروقه وكان مفيش حاجه تسر قلبه. فاستدعى كبير الكهنه المرتلين، قال له انا حاسس النهارده يعني النهارده مش في المود بتاعي يعني ومش مش مش سعيد. كبير الكهنه المرتلين كان اسمه جاجا امعنخ. فقال له جاجا امعنخ اقترح عليه عشان يبعث السرور لنفس الملك، قال له انه يامر النساء انهم يلبسوا ملابسهم متبرجات يعني لبس متبرج ويركبوا القارب في البحيرة ويتميلهم ويرقصهم ويغنهم ويقضوا وقت والملك يقعد في وسطهم يعني يقضي وقت جميل جدا يسر عنه. فالمهم فعلا جابوا السيدات بتوع القصر وركبوهم المركب ولابسين يعني لبس متبرج وقدروا ان هم يروحوا بيقولوا يعني يركبنا يجدفنا رائحات غاديات. ففرح قلب الملك. واثناء هذا الكلام بص لقى القائده الناس جنب من جوانب المركب ما بيقدفش. فسأل قال لهم ما بيجدفوش ليه؟ قالوا له انه القائده بتاعتنا المشبك بتاعها سقط في الماء. فقال لها طب انا هعوضك عنه باحسن من المشبك ده، هديكي حاجه احسن منه. المهم يعني السيده ما رحبتش بالعرض بتاع الملك. فجاب بعت لجاجا امعنخ جاب كبير كان مرتين قال له يعني اليوم بتاعي هيتعكنن كده، فشوف لي صرفه في هذا الموضوع. فالمهم جاجا امعنخ عمل ترتيله كده ترتيل، طبعا كلهم طلعوا من البحيره وعمل ترتيله كده. فالمهم نص ميه البحيره راحت على النص الثاني بعد ما عمل ترتيله. فالمهم ظهر المشبك بتاعها فالتقطه، ثم عمل ترتيله ثانيه راح الميه رجع لمكانها ثاني وركبهم وقضى الملك وقت جميل جدا مع السيدات. وكافئ الملك بعد تقضية يوم الجميل كافئ الملك جاجا امعنخ بمكافأة كبيرة جدا على انه ساعده انه يقضي وقت جميل جدا مع الخادمات او السيدات اللي اصروا عنه. واشكركم.